أنا هسيب كورتي في الدولاب. هو ده أكتر أب وسيم شفته في الكلية دي، وهيكون من نصيبي. أوه، الصورة اتقطعت، مش مشكلة، إحنا بنصور فيديو تيك توك رائع. يلا. لا لا لا، ممنوع تيك توك في الجامعة، هرجع لك التليفون بعد كلاس ما يخلص. طب لو صورت أنا كمان فيديو تيك توك؟ أوكي، أنا بصور. هو ده كان إيه؟ لوسي، اتفضلي تليفونك، أنا هشوف شغلك دلوقتي. دي حاجة غريبة. هاي، شوفوا ده، فين الكتاب اللي فيه فلوس؟ هو ده؟ ولا ده؟ تفتكروا إنه هنا؟ يلا نشوف. ده فاضي. طيب وهنا؟ ولا حاجة تاني. فين الفلوس؟ راحت فين؟ لازم نلاقيها. تعرفوا فلوس ميس بيربل فين؟ اكتبوا لنا في التعليقات. مفيش حد هنا. ده دولابي السري. اوه ايوه، صندوق الكنز بتاعي، ذهب، الماز، وكله بتاعي. في حد جاي. الباب. هو ده كان ايه؟ انا بس بتهيالي حاجات. ممنوع الغش، انا مراقباكو. دي فرصتي. دي ورقة الغش. ايه ده؟ هبص كويس. ورقة غش. اوه، ده مش بتاعي. ممنوع ورق الغش طبعا. انا معايا واحدة زيادة. اوه، انا مش شايف. الامتحان شغال وميس بيربل مشغولة. ممنوع الكلام، جاوبوا الأسئلة بس. أنا قربت أكسب المستوى ده. كله تمام. ميس بيربل، آه، أنتِ بتعملي إيه؟ ولا حاجة، مش زي ما أنت فاكر. سلم ورقتك واقعد في مكانك. أوه لأ، أنا اتقتلت. أنا لازم أبتدي من الأول تاني بسببه. أنت أخدت إف ماينس. ليه؟ مع السلامة. دولابي. ده هو، المفروض ان انا انضفه. ده ماشي، يلا نروح الدولاب. مساء الخير يا زمايلنا. فيو، افتحي. ايه الفوضى دي؟ دي كارثة، لازم ننظفه بسرعة. تمام، هايل. هو جاي. صورة، كنت هنسى. ايه؟ مين نظف حاجاتي؟ طيب. هاي، ده مزنوق. احنا عملنا اللي نقدر عليه. مش مشكلة، انا هجيب سكيت بورد بداله. هاي، هو ده هزار؟ الكل يمشي، أشوفكم بكرة. أخيرا مشيوا. حبيبي، أنت وحشتني قوي، إحنا لازم نكون مع بعض. أنا عارفة إن ده هيحصل في يوم. ميس بيربل، هو ده بابا؟ أنت نسيت حاجة؟
أنا بس بتهيالي حاجات. لأ، ما نسيتش. باي باي. الحب قوة. أوه لأ، ده غلط. الامتحان ده كارثة. أنا ليه أصلاً بصلحه؟ في طريقة أحسن. السامع هيحدد الدرجة اللي هديها. إف. أوكي، ممكن تكون إف. أوه، إي. طيب هديله إي. أنا حبيتها. أنا من دلوقتي هصلح الامتحانات بالشكل ده. كل كلاس فيه الطالب ده. محبوب على انستجرام، كابتن فريق الكورة. ونرد. الكلاس خلص، ممكن تمشوا. أنا ذكية قوي، وأنت مش فاهم أي حاجة. أنا جميلة جداً. أنا هعمل لنفسي لايك. شوفوا كل العضلات دي. أنا ممكن أرفع كرسي بإيد واحدة. ميس بيربول؟ باي باي. 33. أوه، الطلبة. مين عايز يجاوب؟ من فضلك جاوب. حاضر يا ميس بيربول، أنا بس هنضف البورد. أوه، واو، ما تبصش هناك. الكلاس خلص. ميس فوكسي، مش هتلاقي مكان أفضل للتن؟ كفاية تذمر، تعالي معايا، أنا عندي كوكتيل. صح؟ غلط. إيه الإجابة هنا؟ أنا نسيت. كويس إن أنا معايا ورقة غش. ميس بيربول، ممنوع الغش. أنتِ ما شفتيش التاتو الجديد بتاعي. شوف بتاعي. حاجة مش معقولة. ممنوع التاتو في الكلية. طيب والتاتو بتاعك؟ أوبس. ميس فوكسي، أنا خلصت. باي باي. في حاجة غلط. يلا نشوف. أو لا، أنا كنت عارف. يا جرعة يا سحرية، أعملي شغلك. هاي، فرقعي. أنا شايفها. أنتوا مش هتصدقوا، ميس فوكسي ساحرة. بصوا. إيه؟ إف؟ دي حاجة مضحكة قوي. ده سحر. الكلاس خلص، ممكن تمشوا. أيوة. ميس فوكسي، هما كلهم مشيوا؟ يعني ده وقت الاحتفال. ميس ميزي، أنتي صح كالعادة. باي باي يا ملل، أهلا بالمتعة. يلا يا ميس فوكسي، إحنا هنحتفل. المدير؟ إيه؟ ويا رب كل امتحاناتكم تصلح نفسها وكل الدرجات يتم اختيارها بواسطة كتاب القدر العظيم بالحروف الأبجدية. وأنا بتكلم؟ أتمنى أكون حصلت. أوه لأ، ده إيه ده؟ شكراً يا ماستر. المدير بتاعنا ممتاز. أنا نسيت شنبي. إيه؟ حبيتوا الفيديو بتاعنا؟ قولوا لنا في التعليقات إيه أسرار مدرسكم اللي تعرفوها؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.